ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه أهداف إسرائيل تجاه أراضي فلسطين المحتلة اليوم بالأمس؟ إنها هي هي، وتقوم على الابتلاع رغم تغير الأساليب والأشكال. هي دي المعاني اللي بيعمل على تأكيدها أستاذ العلوم السياسية الأمريكي نورمان فينكلستاين في كتابه المعنون غزة بحث في استشهادها، واللي بيحاول من خلاله التركيز على الكشف عما تعرضت له غزة من مجازر وخيانات متتالية وحصار خانق. ولأهمية الكتاب وفي إطار كشف الخطط الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وزي في الروايات الرسمية اللي بتقدمها تل أبيب، بنعرض له من خلال التناول التفصيلي اللي نشره موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية للباحثة الزهراء نادي. على مدار صفحات الكتاب بيعرض المؤلف لموضوعه بشكل أساسي من خلال التقارير المعنية بحقوق الإنسان في غزة، حيث يحلل تقارير حقوقية صدرت عن الوضع هناك لمدة 20 عام، بالإضافة إلى دراسات صدرت عن لجان تحقيق رفيعة المستوى فرضتها جامعات دولية معنية بحقوق الإنسان. في القسم الأول بيتناول المؤلف عملية الرصاص المصبوب وتابعتها، بالإضافة لعرض كامل لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية بشأنها والحجج اللي ساقها المدافعون عن إسرائيل. المحور الثاني بيحلل تقرير جولدستون، ثم تراجع جولدستون نفسه عن النتائج اللي توصلت إليها اللجنة اللي بيرأسها. المحور الثالث بيتناول الاعتداء الإسرائيلي على قافلة المساعدات الإنسانية وعواقبه السياسية والقانونية. وأخيرا بيتناول المحور الرابع عملية الجرف الصامد مع وصف تفصيلي للفظائع الإسرائيلية وما يراه المؤلف خيانة منظمات حقوق الإنسان لشعب فلسطين بعد هذه الكلمة. وختاما، فهناك ملحق تحت عنوان هل الاحتلال قانوني، فيه مقارنة فريدة بين الوضع القانوني لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا واحتلال دولة ناميبيا والوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي. من هذا العرض العام لمضمون الكتاب بنتنقل لبعض الرؤى التفصيلية. بنقول في حديثه عن خطة فك الارتباط الأحادي بغزة، بيشير المؤلف إلى أن هذه الخطة استهدفت تخفيف الضغط الدولي على الإسرائيل، واللي بينتج عنه بطبيعة الحال تجميد العملية السياسية، واللي بيؤدي في النهاية إلى منع إقامة دولة فلسطينية. ورغم كده بقيت إسرائيل كقوة احتلال وفرضت سيطرتها على البحر والجوي وغير ذلك. بعد هذه الخطة وبعد انتخابات 2006 اللي فازت فيها حماس، تعرضت غزة لحصار خانق شارك فيه كل من أمريكا وأوروبا وإسرائيل. وبيوضح إنه خلال هذا الحصار حرم المواطن الفلسطيني في غزة من حقه في التحرك ومن الحصول على احتياجاته بسهولة ومن حقه في العلاج. بعد كده جت 2008 قبل عملية الرصاص المسبوب، دخلت حماس وإسرائيل في هدنة رعتها مصر لتخرقها إسرائيل في هجمات مفاجئة ضد القطاع، وتتخذ من رد المقاومة عليها ذريعة لشن عملية عسكرية هوجة. مع توقف العدوان تحول القطاع كما يذكر المؤلف إلى مجتمع مصور للتبرعات الإنسانية، وسعت إسرائيل إلى التقلص أو التخلص من مسؤوليتها عن الخسائر في الأرواح. عشان كده زعمت أن الكثير من الغزيين قتلوا لأن حماس استخدمتهم دروع بشرية، وهو الأمر اللي فندته تقارير منظمة العفو الدولية. وبيوضح فينكلستاين أن الأساس الترتيب الأساسي اللي بتتخذه العمليات العسكرية على غزة بيتمثل في إيه؟ بيتمثل خطة إسرائيل تقوم على وقف إبرام اتفاق لوقف النار، فبتلتزم حماس بهذا الاتفاق،
إسرائيل ما بتكترثش به وتقرر أن تصعد العنف بصفة دورية، ده بيصير رد من حماس. على أساس هذا الرد تتخذ إسرائيل منه ذريعة لعمليتها التالية، وبيترافق ذلك مع استنكارات لما يسمى بإرهاب حماس بيكررها طوعا كما يقول المعلقون الأمريكيون والأوروبيون. بعد كده بينتقل إلى تقرير جولدستون لتقصي الحقائق، وهذا التقرير جاء بناء على ترتيب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الغريب أن هذا التقرير أدان رغم صهيونية رئيس البعثة جولدستون نفسه عملية الرصاص المصبوب، وانتهى إلى أن الدمار اللي أوقعته إسرائيل كان متعمدا ومستندا إلى عقيدة عسكرية تنظر إلى التدمير وإحداث أقصى قدر من الخلل في حياة كثير من الناس على أنه وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية. ثم بعد كده شنت إسرائيل عملية عمود السحاب في نوفمبر 2012 في وقت يقول أنه كان آخر ما تريد حكومة غزة هو المواجهة المسلحة، وفي ظل ظروف سياسية معينة تم كبح جماح إسرائيل والحيلولة دون الاجتياح البري لغزة. لكن مع نهاية 2014 وتشكيل حكومة توافق فلسطينية، وهو أمر إسرائيل مش عايزاه، التوافق ما بين حماس والسلطة، كانت عملية الجرف الصامد اللي استمرت 51 يوم. ورغم أن هذه العملية كانت الأكثر تدميرا كما يذكر المؤلف، إلا أنها أثارت استجابة خافتة من منظمات حقوق الإنسان، وده بيرجع إلى قوة الدعاية والترهيب الصهيوني. من المرحلة دي بينقلنا المؤلف للمحور الرابع، وهو استراتيجية المقاومة والتي لا يرى بديلا لها، بما فيها المقاومة المسلحة، حيث يرى أن المعركة الحقوقية القضائية ليست الشكل الأكثر فعالية للتضامن مع شعب غزة، خاصة مع كثرة التقارير والأدلة المستقلة الأممية. وبيقول أن هذه التقارير حول الجرائم الإسرائيلية ماتت في نهاية المطاف، وتوطأت الولايات المتحدة وإسرائيل بل والسلطة الفلسطينية نفسها على وأد هذه التقارير. هنا بيرى بقى بيقول إيه بقى عشان كسبيل لحل القضية، إن دعم السلطة الفلسطينية أو دعم الحق الفلسطيني، لاحظ إن ده قبل طوفان الأقصى حيث تم تأليف الكتاب قبل حدوث هذه الأحداث، بيقول يجب أن تكمله استراتيجية الاحتجاج السلمي والعصيان المدني ضد الدولة الإسرائيلية في العالم العربي والغربي، وخاصة في الدول الأكثر تصديرا للأسلحة لإسرائيل، من أجل حث الحكومات على قطع علاقتها مع هذا الكيان المحتل وفرض العقوبات عليه وملاحقته قانونا. وأيضا يؤكد على أنه الكفاح الشعب السلمي والمسلح داخل الأراضي المحتلة له دوره الفعال في إنهاء الاحتلال، وليس كما يردد البعض بالتنديد بمواقف المقاومة ومبادرتها بشن عمليات ضد إسرائيل. هنا بيشير في رؤية ختامية إلى نقطة مهمة يتغافل عنها الكثيرون بما فيهم العرب نفسهم، وهي أنه في حين أن القانون الدولي بيحظر على القوى المحتلة قمع الكفاح من أجل تقرير المصير، لا يمنع الشعب اللي بيكافح من أجل تقرير المصير من استخدام القوة. وبالتالي يقرر أنه ليس لإسرائيل أي تفويض قانوني لاستخدام القوة ضد كفاح الفلسطينيين لتقرير المصير. وبما أن تلك المساحة لتقرير المصير في الحالة الفلسطينية بتشمل بوضوح مناطق غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، فإن المساعدة المقدمة من الدول لحركات التحرر في تلك المساحة بتعد وفق وجهة نظره أمر جائز من الجهة القانونية. على هذا الأساس بيرى أنه إذا كانت إسرائيل بتؤكد على حقها بالدفاع عن نفسها ضد صواريخ حماس، فإنها في الواقع الفعلي بتعلن عن حقها
في استخدام القوة لإدامة الاحتلال، الأمر اللي بتمارسه من وجهة نظرنا نحن وبشكل أكثر بشاعة وبطش في حربها الجارية على غزة. تلك الحرب التي تسعى إسرائيل لأن تكون الأخيرة في مساعيها لاقتلاع الفلسطينيين، وهو الهدف الذي يقف صمود الفلسطينيين في غزة دون تحقيقه. شكرا جزيلا، وإلى لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.